السلام عليكم. عافاكم المسؤولين اللي كيتابعوا هذه المقاطعه وهذا الشيء. ما حنا واش ما عليناش الله؟ وحنا وسط المقبره، والمقبره دابا يا هالحنوشه هالعقارب ومنسيين تما. غير جيو شوفوا حالتنا، وحنايا راه دابا يا كلشي مضرر هنايا. الله يرحم الوالدين. وعيطوا لينا غير القرعه، غير نعرفوا راسنا واش كاينين ولا ما كاينينش. ماشي هما نقزوا لتحت السكك عيطوا لهم، وحنا محسوبين على اهل الحارس في لاكارت. خاصنا حنا يعيطوا لينا حتى حنا ونعرفوا راسنا واش هنايا ولا ما كاينينش. خاصهم ضروري يعطيونا شي حاجه، ماشي دايرين وما عرفتش. دابا نتوما البرارك ديالكم جاو وسط القبوره تما. حنا وسط القبوره، راه هو خويا ها هو باب المقبره. حنا وسط القبوره، حنا عايشين في العذاب. ها الطوبه، العقارب، الحنوشه، ما نقولش لك، ولكن حشومه. راه واحد هنايا ريب حدانا ومشى، وحنا بقينا. حنا ما عيطونا لا القرع على والو، حتى فاجئنا لقيناه ريب ومشى. وعلاش حنا ما يعيطوش لينا حتى على الاقل القرعه؟ عيطوا لينا ونعرفوا راسنا واش كاينين ولا ما كاينينش. كنوجه التحية لسيدنا الله ينصرو اللي عطانا واحد التفاتة مولوية للناس اللي كيسكنوا دور الصفيح. ولكن اللي كان مطروح هو أننا لقينا مشكل، تعطاتنا وعود أن غادي يريبوا لنا أو غيقحمونا ضمن القرعة، ولكننا تأخرنا ما عرفناش علاش. واش لأننا كما قالوا لنا، قال لكم أنتم في المجموعة التاسعة ولا في المجموعة الثامنة. ولكن ما يحز في الأمر هو أننا سخنا الخبر باللي راه تحصلوا الناس في سيدي محمد الشريف. واش أن الناس غينساونا حنا؟ هذا هو السؤال. واش حنا غنبقاو هنا؟ حنا عيينا، كان عانيو فوق الشتاء من الشتاء من الامطار، كان عانيو فوق الشمس من الحراره. بركه حنا عينا من هذا السكن ديال القريه المدينه. الله يجازيكم بخير. هذه الالتفاته هذه كنوجهوها للمسؤولين، يشوفوا من حنا ويوجهوا لنا القرعه حتى حنا نمشيو. عيطوا عندنا غير القرعه. دابا وليداتنا ما مشيتش في المدرسه، ما عرفناش واش اننا غادي نسجلوهم في المدرسه هنا ولا غنديهم لجهه اخرى. اما واش نقريوهم هنا ولا نمشي نديهم لمنطقه اخرى، ما عرفناش فين غنمشيو. الله يرحم ديك الوالدين. كنوجهوا هذه الرساله ديال المسؤولين، الا ما شافوا من حنا حتى حنا حتى حنايا وعلمونا الا كانت شي حاجه. إذا كان غيريبوا لينا يقولوا غيريبوا لكم، إذا ما بغاوش يريبوا لنا ما يريبوش لينا. ولكن كما قلت ما يحسوا في الأمر هو أننا سمعنا بعض الناس جيراننا ريبوا، حنا ما ريبنا شيء، ما عرفتش علاش. واش أننا غنبقاو هنا؟ واش حنا غنبقاو هنا ولا ما فهمتش؟ إذا هذه رسالة موجهة للسيد العامل والمسؤولين وسيدنا الله ينصرو. واخا أن هذا الشيء راه بزاف، هذا 10 مليون 12 مليون راه بزاف. سير شوف الضرب ديال كورونا، راه قهرت الناس، راه بزاف 12 مليون. كيف يعقل أن الناس موظفين عفوهم للضرائب وعفوهم وحنا بقينا هنا واحلين؟ عندنا كاين ناس اللي ما بقاوش باش يتعشاو. الله يحسن العون. الناس ضيعها المدرسه هذا، ورغم ذلك احنا قابلين نريبو، قابلين احنا نريبو، نقولوا قابلين نريبو نشوف حنا. الله يجازيكم بخير اللي ما ديروا معنا شي حاجه. عيطوا لينا غير من السكان ديال الشيخ داوود، ديال طلعه الشيخ داوود في براك اللي كاينين دابا حاليا. تفاجئنا البارح بان واحد مقدم السافد هو ومو وخواتاته بجوج في اربعه البرطمات براكه، فيها جوج بيوت ما فيها لا طواليت لا والو. هذا الشيء ما عرفناش شنو كاين، ما عرفناش علاش هذا الشيء. واش هذا الشيء فيه فرزيات ولا كاين، ولا خصها تكون هذاك الشيء كما كيقولوا بالحقوق الديمقراطيه، غير اللي عنده شي واحد كيكالي عليه. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.